بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هتكلم على موضوع مهم جدا يخص مرضى السكر، خاصة مرضى السكر من النوع الأول اللي بيتعالجوا بالأنسولين، وهو موضوع مضاعفة السكر اللي بنسميها حموضة الدم أو ارتفاع الكيتون، أجسام الكيتونية في الجسم أو الأسيتون، كل دي أسماء لشيء واحد. الحقيقة طبعا دي تعتبر من أخطر مضاعفات مرضى السكر على مستوى العالم كله، وبنحاول ان احنا نقلل حدوثها على قد الامكان. حموضة الدم دي بتنتج لما يكون مريض السكر ما بياخدش علاجه، يتوقف عن علاجه، فبيبتدي الجسم يتحول من استعمال السكر الى استعمال الدهون ويحرق في الدهون، ونتيجة حرق الدهون لإنتاج الطاقة في الجسم بتخرج الأجسام الكيتونية دي بيتشبع بيها الجسم، وللأسف هي مضرة جدا للجسم، بتؤدي إلى الطفل يبتدي يشعر بقيء وألم في البطن، ويشعر بأنه هو دايخ أو مدروخ قابل للنوم، وطبعا لو اتساب وتجاهلناه بيخش في حالة من الغيبوبة الكيتونية. الحالة دي طبعا مجرد ما الطبيب بيشك فيها أو الشخص بيشك فيها لابد من انه يتوجه فورا لاقرب مستشفى، وعاده هي بتعالج في رعايه مركزه، وبمجرد انه بيبتدي ياخد المحاليل اللازمه والانسولين بتتحسن حالته ويرجع طبيعي جدا. ولذلك احنا بننصح عشان نمنع حدوثها انه ما يحاولش انه يوقف دواء اي شكل من الاشكال، ولابد انه يلتزم بالعلاج ويلتزم بزيارته لدكتوره عشان دايما يكون في امان وفي صحة. وشكرا.